السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، تفضلوا معنا يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي يا جماعة، تفضلوا معنا. تفضل يا بان. بسم الله صلى على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، طول واخر. اتفضلوا يا جماعه معانا. يا جماعة تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة لو عجبكم القناة، ادعمونا باللايك، مش تنسوا الاشتراك اللي انتوا عايزين. ان شاء الله هنعمله، ان شاء الله في تحديات، عايزين ننزل روتين. طب كده اللي انتوا عاوزينه قولوا عليه وانا هعمله لكم. تتكلم ليه؟ الصراحة لك الكلمين مش عارف اتكلم منك. هذا فن. كده لو الصوت تمام، الإضاءة بالنسبة لنا أول فيديو نصور. ده أول فيديو، يعني شجعونا يعني بقى. شجعونا كده باللايكات، بالله عليكم ما تنسوا كده.
الشبع؟ عامل ايه؟ ولا النهارده مش هتروح تحديات النهارده؟ لا عادي، لا مش مشكلة يعني. النهارده أول يوم، النهارده يعني يبقى فيه تحديات وكده يعني. احنا بس جاي طالعين نتعرف على الجمهور، الجمهور يتعرف علينا، والهم عاوزين احنا نعمله. بس هما بس مش هينسونا بس باللايك بس. ماشي يا جماعة، بس عشان خاطر بس يعني الصوت بتاع بس الضباب، بس المرة الجاية ان شاء الله مش هنعمل صوت. هو مش واضح جامد يعني. حلو. احنا على فكرة احنا بنطلع على طبيعتنا والله، يعني مش بنعمل يعني دي طبيعتنا، يعني طالعين على طبيعتنا خالص، عشان بس محدش يتضايق كده ولا يقول اي حاجة. عايزين كومنتات حلوة كده. من كتر الاكل ما هو حلو يا ابو هنا، انت مش عايز تتكلم. الصراحه الاكل جميل. بقالك هنا يا ابو هنا. اتكلمت يا مان. انا بتكلم. بتكلم مع الكل الحمد لله. بس يعني بس ايه، عايزه بس ايه الجمهور بتاعنا كده يعني ايه، مش ينسانا بس باللايكات ويدعمنا بالاشتراكات. عاوز يوصل لكام لايك؟ في فيديو احنا نزلناه للدكتورة هنا بتفرجوا عليه يا جماعة. عاوزه يوصل لكم لايك الفيديو ده؟ خد يا بابا، خد يا بابا، بعيد يا بابا شوية. عاوزه يوصل لكم لايك؟ لا، هو الفيديو اللي مش هنشترك عليه ممكن حتى اللي يعجبه الفيديو يدوس لايك، اللي مش يعجبه خلاص. قولوا لنا برضه يا جماعة، عايزين تحديات، عايزين اللي انتوا عايزينه هنعمله ان شاء الله. ده اول فيديو لنا على القناة نظهر فيه على القناة زي من طبيعتنا يعني.
عايز يعرف اي وصفه يقول لي عليها وانا اعملها له. قلت خلاص سحبت ولا ايه؟ سحبت مش قادر خلاص. لا لسه مش بعتش. يعني انت بالك تضرب والله يا ابو هنا. قول انت بلفها كل انت لسه اول مكلتيش حاجه من الصبح. كمل أكلك يا بسرعة الأكل مش قوة. كمل أكل. بعدين يا جماعة ما فطرتش النهاردة خالص. كمل أكل. يعتبر فطار وغدا وعشاء.
بقالي فهم. انا عارفه لما تكون اكل تكون عاجبك تحب تاكل. صلوا على النبي يا جماعة، دعمونا كده وشجعونا. دي أول فيديو لنا، مش عايز تقول حاجة يا جماعة؟ والله عاوزاهم إن هما يفعلوا كده الفيديو كده والاشتراك كده. والسلام عليكم.